حصل الخلل في الجزء ده ان هو ما بيقدرش ينزل على الكعب اللي بيلاقي هو المشط، فده بنقول عليه سقوط في القدم، فده معناه ان في عصب مسؤول عن رفع القدم، العصب ده متاثر. هي يعني ايه تدخل محدود؟ يعني لو عنده مثلا ضعف او نقص في الحركه، يعني المفروض ان هو بيمشي عادي لقى نفسه ان هو مش قادر يمشي مسافات طويله، فده معناه ان في مشكله شويه في الاعصاب مضغوطه. اعصاب حضرتك حديد؟ دايما الحاجه المرنه لها ميزه، ميزه المرونه. حضرتك دخلت بمنظار منفتحه جانبيه خلقها ربنا، يعني ما فيش خسائر حتى الان بمجرد السنت ده. احنا بنتكلم على التاريخ الملموس اللي بداوا يكتشف فيه ان في سبب عضوي للالم. الاستاذ الدكتور حازم نجم، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، جامعه المنوفيه، زميل جامعه ويل كورنيل بالولايات المتحده الامريكيه في مناظير قاع الجمجمه والمخ والتداخل المحدود بالعمود الفقري، زميل جامعة كولومبيا في جراحة اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، زميل جامعة جريفيلد الألمانية في جراحات التداخل المحدود لأمراض المخ والعمود الفقري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى العرب الدولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بالهيئة العامة للتأمين الصحي. يا مرحبا دكتور حازم، بحضرتك في حلقة جديدة. أهلا وسهلا، منورنا يا دكتور. الله يخليك، نوركم. أعصاب حضرتك حديد؟ الأعصاب يعني مش بقوله كده، أعصابه مش مطلوبة حديد، تبقى مطلوبة تبقى مرن أسهل. غلط، أنا أقول أعصابه حديد مش حديد يعني جامد، بس يعني في خلط شوية. الأعصاب المفروض أنها بتبقى لها مرونة، يعني دايما الحاجة المرنة لها ميزة، ميزة المرونة. الحديد ناشف، فيعني كل حاجة لها يعني غلط نقول اعصابه حديد، يعني هو جامدة، يعني هو تعبير مجازي أنها حاجة جامدة. كويس، أنها بحالة جيدة. تمام، بحالة جيدة. أستاذ دكتور حازم نجم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالتداخل المحدود بكلية طب جامعة المنوفية، يعني إيه تداخل محدود؟ هي حضرتك هي الكلمة جاية من يعني هو الترجمة طبعا من المصطلحات الإنجليزي، إن هي less invasive surgery أو minimal invasive surgery، لأن الجراحة التقليدية كانت لحد ما كانت جراحة مفتوحة، يعني الجراح بيفتح فتح كبير عشان يدخل، عشان يبقى شايف كويس، عشان يبقى في إضاءة داخلة من بره، عشان يستخدم الآلات اللي هي التقليدية بتاعته إن هو يتعامل مع العضو المصاب. ودي فكرة الجراحة بشكل عام، يعني لو في عضو مصاب أو في خلل ما بنحاول طبعا في البداية ندي علاجات تحفظية ونعمل بعض الحاجات اللي تساعد إن العلاج تحفظي، يعني بشكل عام في أي أدوية، يعني في أي أدوية. لا بس عند مصطلح علاج تحفظي يعني إيه؟ علاج تحفظي ما فيهوش تدخل جراحي، يعني دواء، يعني أي حاجة غير تدخل وتمارين جراحي بيتقال عليها علاج تحفظي، يعني بخلاف ان احنا نفتح ونتدخل او نعمل شيء يغير من الوضع اللي موجود. يعني حد عنده مثلا مشكله في المعده وبدا ياخد ادويه، ما خلاف مشكله الظهر اللي جنب حضرتك ده مثلا، يعني بتسهل يعني بتبقى الامور في الظهر، فبياخد حاجات ادويه ويلتزم بعض التعليمات بحيث ان هي تحسن الحاله. طب لو الامور ما تحسنتش والخلل بقى جديد ومؤثر على عضو، مثلا لو في ضعف في الحركه او نقص في الاحساس او صعوبه في المشي، الحاجات دي كلها خلاص احنا داخلين على مدار الصراحه بقى، عشان مرضى العمود الفقري ينتبه لو في ضعف في هو بشكل عام اي لخبطه في الوظيفه، يعني لو عنده مثلا ضعف او نقص في الحركه، يعني المفروض ان هو بيمشي عادي لقى نفسه ان هو مش قادر يمشي مسافات طويله، تمام، فده معناه ان في مشكله شويه في الاعصاب مضغوطه. لقى مثلا المفروض ان هو بيمشي في خطوه معروفه ان القدم بيترفع وينزل بالكعب وبعدين يتحول للمشط ويرفع القدم، فلو حصل الخلل في الجزء ده ان هو ما بيقدرش ينزل على الكعب اللي بيلاقي هو المشط، فده بنقول عليه سقوط في القدم، فده معناه ان في عصب مسؤول عن رفع القدم، العصب ده متاثر. ده من العلامات، ده سقوط قدم، دي طبعا علامه من العلامات المتاخره. ممكن بيسبقها بعض العلامات البسيطه زي ان هو يكون في نقص شويه في الاحساس، تنميل، فده معناه ان هو احنا مش بنقول هنا المريض خلاص هيروح يعمل عمليه، لكن دي العلامات اللي ياخد باله منها ان في خلل ما. فبيتجه لحد متخصص، ممكن طبعا بيبدا يطلب له الفحوصات اللازمه، تصوير رنين مغناطيسي. تصوير رنين مغناطيسي بقى من الحاجات الشائعه واللي بتشخص بشكل مباشر ودقيق مباشرة. يعني زمان كان في يعني أشعة عادية وأشعة بالصبغة وبرضو أشعة مقطع بنحتاجها، ما زلنا بنحتاجها يعني في حالات كتير بنبقى محتاجين برضو أشعة مقطعية، لكن الرنين بقى حاجة متاحة وسهلة. هو بس مشكلته شوية إنه بياخد وقت، يعني المريض يدخل على الجهاز ياخد وقت في الفحص،
مش لقطه ويمشي، لان هو جهاز بياخد ديتيل 9 ونص ساعه بالظبط كده. يعني. فدي بس الحاجه وطبعا بعض الناس برضو بيخافوا من الدخول في جهاز ومكان مقفول. لكن بخلاف كده هو من التطورات والتقنيات الحديثه اللي بتجيب تفاصيل كبيره جدا وكتير عن المكان اللي احنا بنحاول ان احنا نشخصه او نشوف العله اللي موجوده فيه. ف يبقى علاج تحفظي اللي هو ادويه وراحه وحاجات زي كده. دي الفلسفه العامه لاي حاجه. لو حضرتك في مشكله بتحاول الاول تشوف بتاخد الوسائل السلميه الاول زي ما بنقول كده. يعني الاول بتاخد حاجات سلميه، طب خد دواء، طب خد علاج، طب ننتظر شويه. طبعا موجود فحوصات بتاكد ان الموضوع يعني تحت السيطره بمعنى اصح. الموضوع تطور شويه واصبح مفيش استجابه او بقى فيه علامات خطوره اللي احنا قلنا منها، مثلا يكون فيه مشكله زي سقوط في القدم او عدم تحكم في الاخراج او احتباس او نقص في الاحساس في منطقه الحوض. هي دي اللي يمكن الثلاث علامات الاساسيه. احتباس يعني امساك يعني او امساك مثلا في امساك. يكون الامساك احيانا من علامات معناه ان هو في خلل في الاعصاب المفروض ان هي بتتحكم في الامعاء الداخليه او الاعضاء الداخليه المفروض ان هي مسؤوله عن الاخراج. فلو حصل خلل ممكن يجي بصوره عدم تحكم، ممكن يجي بالعكس او امساك او كده او كده حسب حسب التأثر. الفكره ان لو في علامه من العلامات ديت سواء علامه يعني هنقول حميده او علامه خطر، يعني الحاجات اللي بيحصل فيها ده نقص خطر بقى. فده خطر. فاحنا مش طبعا ان شاء الله ما نوصلش ده معناه يا دكتور حازم معناه ان العصب مات مثلا، معناه ان العصب وصل لمرحله من التضرر ان هو خلاص مش قادر يشتغل. طبيعي ان لو انا ضغطت على واحد الاول هيقول يتوجع فيبدا يدي الم، فالالم ده معناه انذار او معناه ان في حاجه مش طبيعيه، فنوع من الانذار، نوع من الشكوى. لو انا ضغطت على واحد اكتر لدرجه ان هو خلاص يعني ما عادش بيقول يبقى فقد الاحساس، ده معناه ان هو انا ضغطت عليه جامد لغايه ما ممكن اقول موتته او دخلته في حاله من الاغماء مثلا. فهي بالتدريج كده، لو في الاول بيبقى في الم احنا بنخاف او ما بنبقاش يعني حابين ان المريض يجي مثلا بنقص في حركه مثلا ويقول لا ده النقص ده مش عامل لي الم. لو عامل الم احنا بنكون مفضلين كده، لان ده معناه ان لسه في الياف مسؤوله عن الالم ومسؤوله عن يعني وظائف كتير ما زالت حيه، فبتدي علامه الالم. لكن اللي بيجي خلاص ما فيش الم ده معناه ان هو خلاص فقد حتى خاصيه الإحساس. الالم او احساسه بالالم، فمعناه الموضوع تطور يعني لمرحله ابعد شويه. طب ممكن بتعالجوا العصب تاني يا دكتور بيرجع ولا خلاص العصب اللي بيموت خلاص انتهى؟ هو بنسبه كبيره لو حصل ضغط وادى لسقوط او يعني في مشكله فعلا في الحركه التعافي ممكن يكون صعب في الاخراج او ممكن التعافي بيبقى صعب شويه، لكن ما يمنعش ان في حالات بترجع تاني بتستجيب وترجع تاني. لكن هو ما فيش حل غير كده، يعني لو بالفعل مريض دخل في مرحله من مراحل نقص الحركه مثلا او بقى عنده ضعف في العضلات هو كده كده هيحتاج تدخل جراحي. اوقات بس بيبقى يعني بنكون واضحين مع المريض ان بعض الوظائف ممكن ترجع، بعض الوظائف خلاص انت اهملتها او الموضوع تعدى فترة، الفترة ديت فيها يعني فيها كلام او فيها تفاوتات، في ناس بتتكلم في 24 ساعة، في ناس اكثر 48 ساعة، في ناس بيقولوا لو حتى في نقص او خلل في الحركة وبرضو عملنا التوسيع وعملنا تحرير للعصب ممكن الوظيفة ترجع حتى على مدار اسابيع وشهور بعد كده. لكن يعني احنا بنتكلم في الجزء اللي هو التقليدي او الكلاسيكي ان هو يفضل طبعا وجود نقص ان احنا نتعامل معاه بسرعه، لان الاغلبيه ممكن ما ترجعش. لكن في حالات بتتحسن، في حالات ما انا عايز كلام من حضرتك حاسم وحازم يعني عشان المريض لا يستهين، ما بيرجع اللي بيموت ما بيرجعش. هو طبعا لو وصلنا لمرحله ان العصب خلاص الضغط عليه جامد وفقد الوظيفه خلاص احنا، لكن انا بس بنقول ان في باب مفتوح يروح قبل الحكايه دي ما نوصلش لكده طبعا ما نوصلش يعني لكده مش محتاجين ما نستهينش يعني. لا بالظبط احنا مش يعني بعد الحاجه ما خلاص ما يعني لو اقول تخرب او تموت مش هنستنى بقى ان احنا نصلح. اصل قاعده المصريه بتاعتك خد حبيتين مسكن، خد مسكن ونام شويه تبقى زي الفل وجميل. ما هو ده كلام جميل جدا فعلا واحنا بنعمله مع المرضى، بس انا ببقى شايف العلامات اللي تخوفني والعلامات اللي ما تخوفنيش. انا شايف ان المريض داخل ماشي مجرب الم، والم مثلا حتى في الظهر، الم في المفاصل، يعني انا بشوف مشيته اكيد طبعا لازم. يعني هو المريض احيانا يقول لك الدكتور، هو طبعا احنا بنكشف كشف سريري كشف موضعي نشوف المناطق اللي فيها الخلل نشوف الحركه، لكن دايما في حاجه يقول لك ايه المريض ما مكشفش ظهري. انا مش دايما مضطر قوي ان انا اكشف الظهر قد ما انا محتاج ان انا اشوف الحركه، لان بشوف المنتج النهائي ان خلاص العصب واصل للقدمين وبيدي حركه وهو ماشي كويس، فمجرد ان انا شايفه ماشي خطوه كويسه فانا عارف ان العصب بحاله جيده.
طبعا احنا بنكمل الفحص نقدر ان احنا نكشف لو في حاجه. بعض الاحيان يقول المنطقه دي تعبانه فطبعا في كشف موضعي، لكن هي الفكره ان حتى يعني مشهور طبعا في الطب حتى يقول لك ان ممكن دكتور يشخص شكوى المريض وهو على التليفون لو هو بيسمعه، لو لاحظ تغير في الصوت. بس طبعا احنا مش بنتكلم في الام العمود الفقري، بنتكلم في تخصصات او حاجات تانية. فممكن يعني مش شرط ان انا لازم افحص عشان القط ان في مشكله. المشكله دي ممكن تسمعها من الصوت، ممكن تشوفها من المشي، الكشف الكلينيكي ده لازم من الكشف السريري بتسموه بالظبط. هي كلها مراحل، يعني مراحل بدايه من المعلومات الشفهيه والملاحظات تنتهي الى ان احنا الكشف اللي هو السريري او الكلينيكي، حتى بان احنا كمان نعمل فحوصات. فحضرتك بتتكلم بتقول ان يعني لو في مشكله بياخد دواء خلاص وينسى المشكله. هو احنا بنعمل كده مع بعض المرضى، نقول له خد علاج وما تفكرش في الموضوع لمدة كتير. ولا بتتراوح المده طبعا، يعني بتتراوح طبعا من ايام لاسابيع يعني لغايه حتى شهور. استاذ جراحه مخ واعصاب في العمود الفقري مثلا يعني غضاريف مثلا، تقول له علاج تحفظ لحد قد ايه مثلا؟ العلاج التحفظي ممكن يمتد الى ما لا نهايه، بمعنى ان لو انا ما عنديش علامات فيها مشكله، يعني زي نقص في الوظائف اللي احنا قلنا عليه، والمريض مستجيب للعلاج التحفظي، يعني الالم بتاعه اتحسن بشكل كويس وبقى يؤدي وظائفه الطبيعيه بشكل مقبول، فهو في الوقت ده مش مضطر ان هو يعمل تدخل جراحي. احنا كده بعدنا عن التدخل الجراحي. تمام. بس هي القصه كلها ان الراي ده بيبقى راي مشترك يعني مع المريض ومع الطبيب المتخصص. أكيد. فكره ان هو ما يكشفش، بس ساعات المريض ما بقاش عارف مصلحته. ما هو انا بقول لحضرتك يعني هو في فرق ان المريض يكون عنده بعض الاعراض وياخد دواء من نفسه او من صيدليه وخلاص والدنيا يعني انتهت على كده، او ان هو يروح لدكتور ويشخص الموضوع بشكل واضح ويعمل فحوصات وتبين مثلا ان الموضوع بسيط وفي اوله. في الحاله ديت هو هيبقى مطمن وفي نفس الوقت تحت يعني مباشره او رعايه طبيه، فهو بيبقى خلاص بيقدر يقول له والله الموضوع بسيط مش محتاج تدخل، فده الصح. لكن ممكن بعض العلامات ممكن تكون علامات مش عامله اثاره جامده للمريض، لكنها ممكن تشكل خطوره، وبالتالي ممكن الدكتور يقول له الدكتور عمل لي حاول هنعمل حاجه مختلفه او محتاج مثلا تدخل جراحي في وقت ما. بيعتمد طبعا على الحاله، يعني بيعتمد على الحاله اللي موجوده، لكن فكره ان انا اخد دواء من غير ما اكون مشخص او اكون عارف المشكله فده مش حاجه صحيحه. يعني المفروض ان انا اكون انا محدد ابعادها، وبالتالي بعد كده عارف ان لها دواء ولها علاج، والموضوع ممكن ما يتطرقش خالص او يوصلش لغايه تدخل او جراحه او اي شيء. نعم. فده طيب بعد العلاج التحفظي اذا استجاب خير وبركه، ما استجابش نرجع للجراحه. الجراحه نوعين بقى، جراحه تقليديه وتدخل محدود. بالظبط. هي يعني نقدر نقول جراحه عامه يعني. بالظبط. هو الفكره برضه ان هو اي حاجه في الدنيا بتمر بمراحل، يعني ممكن تقول زي الفرق بين الليل والنهار، فهو مش مره واحده بتلاقي يعني حصل الدنيا ضلمت مره واحده او الدنيا تدريج يعني ايه نورت مره واحده، فهو بيحصل تدريج. يعني بيبدا يحصل تدريج في زي برضه اللون الابيض واللون الاسود، في ما بينهم درجات. فهي الفكره ان بدايه اول ما الجراحين الاوائل بداوا ينتبهوا لان في مثلا عله وسببها ان في مثلا هنقول في الحاله بتاعتنا ان في مثلا حاجه ضاغطه على الجذر العصبي وعامله ضعف او عامله الم، حتى في البدايه ما كانوش متخيلين ان هو ايه بالظبط، كانوا متخيلين ان هو ممكن يكون ورم، الحاجه اللي طالعه في الظهر ده ممكن تكون ورم او ممكن تكون كسر او ممكن تكون حاجه يعني هو نفسه كانش يعرف في البدايه وايه، مش عارفين بيستكشف بقى. يمكن في كمان في عصور قديمه كانوا بيقولوا انها ممكن تكون حاجه يعني ارواح شريره او جن او عفاريت او شياطين او مس او ما الى ذلك. لكن احنا بنتكلم على التاريخ الملموس اللي بداوا يكتشف فيه ان في سبب عضوي للالم. تمام. مش حاجه خارج الطبيعه او حاجه مش ملموسه يعني. فطبعا مرت بمراحل، لكن الصوره الاساسيه فيها احنا بنتكلم ان الجراحين الاوائل كان مضطر ان هو يفتح، لان كانت الوسائل المتاحه ليه وقتها زي ما احنا حضرتك قاعدين كده، هو عنده اضاءه، الاضاءه دي كانت يمكن احنا يفتح. خلينا نشبه على المودلز اللي مع حضرتك ده. يعني ده مريض بقى لو جاي لنا من كده معلش على الترابيزه قدام حضرتك كده، يعني احنا ممكن الجراحه التقليديه بقى يعمل ايه؟ ممكن نقول يعني نديها تواريخ زمنيه بسيطه كده. يعني بنتكلم مثلا من 100 سنه، لو الجراح ده كان موجود من 100 سنه ما كانش عنده الاضاءه اللي هي النيون اللي موجوده او الليد اللي موجوده عندنا، كانت الاضاءه موجوده برده بس يمكن مصباح الكهربائي يمكن لسه كان مكتشف. فلو جراح فكر ان هو هيفتح
هيعتمد على الإضاءة الخارجية. تمام. ده كويس أوي إنه عنده نور يعني. هيعمل في مكان مش هيعمل في مكان مفتوح، ده هيعمل داخل غرفة عمليات فعنده إضاءة. عشان يبدأ يدخل على المنطقة هو عارف إن في عصب متأثر، والعصب ده غالبا عند مستوى الفقرة 8-9 أو حتى تحت الرابعة الخامسة. ده برضه بالفحص الإكلينيكي، ما كانش عنده أشعة رنين مغناطيسي أو تصوير رنين مغناطيسي الاسم الأدق يعني. فكان بيضطر ان هو ممكن يفتح يستكشف. الفتحة دي في حد ذاتها كان لها كذا سبب كذا غرض. اول حاجة ان هو عاوز يشوف، فهو مش هيقدر يشوف الا اذا فتح بالضبط زي حضرتك كده، تفتح ستارة هتفتح جرح كبير عشان بقى فوق الظهر كده عشان تشوف العظم بالضبط. هو بيفتح بالمشرط على عدة مستويات، يبدأ يحط مبعدات للأنسجة زي بالظبط حاجه كده ستاره كده بتفتحها من على الشباك. فيبدا يدخل للفقرات ويبدا بقى يشيل العظم ده كله، لان هو برضو العد عنده مش سهل، ما يقدرش يقول لك الفقرات بالراحه شويه ما تاخدنيش في دوكه كده براحه. يشيل العظم من العمود الفقري، يشيل العظم اللي هو احنا عندنا القناه العصبيه لها عظم مكون للقناه العصبيه زي الاوضه كده لها جدران، فهو عنده الجدار الخلفي اللي هو الصفائح العظميه والجزء اللي هو الشوك اللي موجود، فده بيضطر ان هو يشيله. فده بيضطر ان هو يشيله عشان يبدا يستكشف اللي هي الشوك اللي ورا دي، الشوك اللي ورا، فيبدا يستكشف اللي بنقول عليها الام الجافيه، ودي بتحتوي على فوق بيبقى النخاع الشوكي وتحت شويه بيبقى الضفيره العصبيه. فهو بيحب ان هو يعني عشان يوصل ويستكشفها فيشيل العظم اللي في الورا. والغضروف كمان طب موجود اللي عندك كده على الموديل ده، العظم اللي بيشيل اللي هو ده العظم اللي موجود اللي هو بيشيله. تمام. بيضطر ان هو يشيل العظم من ناحيتين كده، قصه من ناحيتين. في الات مخصوص بيقدر يستخدمها ان هو يشيل. طب ممكن تبقى الفقره مش ماسكه ده ظهره يسيب بقى كده. هي بتاثر، ما هو احنا يمكن اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان في وسائل تدعيم كتير للعمود الفقري، دي احدها يعني. احد الوسائل زي ما يكون عندنا ترابيزه لها 10 رجول ممكن يشيل رجل يعني الدنيا تمشي، بس طبعا هتكتر كل ما هتشيل جزء هتبقى الترابيزه اضعف شويه وهتبقى في خلل او عدم. بص لحضرتك اذا الجراحه العاديه ده خطوره انه بيشيل عظم كتير، بيشيل عظم كتير بالظبط وبيفتح فتح طويل زي ما فهمت صح كده؟ تمام. وبيفتح فتح طويل فبيعمل انسجه وعضلات. انا احب برضه اضيف حاجه لحضرتك، احنا مش بنهاجمها الجراحه التقليديه. لا انا برصد بس ما لها وما عليها يعني، عشان انا جاي لسيادتك. هي الجراحه التقليديه حتى في ناس كتير مرضى يقول لك ده كنت عامل الغضروف بقالي 20 سنه والحمد لله تمام. فده شيء كويس، وسبب القصه ديت ان الجسم عنده اليات دفاعيه واليات قويه. يعني لو شاب صغير عنده 20 سنه لا قدر الله احتاج ان هو يعمل جراحه بيتعافى منها بسرعه. المشكله بتظهر في بعض المرضى اللي مثلا كبير في السن، عنده مثلا سكر، عنده مشاكل اخرى، جسمه مهوش هيتعافى ويلتئم بسهوله. فالمريض ده لو عملنا له الجرح الكبير الموضوع بقى صعب، الموضوع بالنسبه له صعب. طب العظم ده بيطلع تاني ولا ما بيطلعش؟ بعض العظام بتلتحم، لكن ان العظم يرجع يغطي القناه العصبيه ده ما بيحصلش يعني، ما بيحصلش من نفسه كده يعني. في حاجات يعني بعض الجراحات بنشيل العظم ونحاول نرجعه تاني بشرايح ومسامير صغيره او يعني نحاول نركبه تاني، بس هي برضو بيبقى في مشكله حصلت ان احنا بالفعل فصلنا العظم من العضلات زي ما حضرتك كده، شلنا اللحم من على العظم خالص والاربطه والانسجه، فهو احنا رجعنا عظم بس هو عظم بس يعني، عظم مش ماسك فيه عضلات. العضلات هي التدعيم والحاجة اللي بتثبت العظم في مكانه وبتساعد ان الفقرات تتحرك. فكون ان انا رجعت بس عظم او حتى حافظت على العظم لكن اضريت بالعضلات والاربطة، فده المطور زي العربية. انا يعني محافظ على الهيكل لكن المطور فيه مشكلة. فالعضلات هي المطور اللي بيحرك العظم ده مع بعض والمفاصل دي مع بعضها، او حتى على الاقل يثبتها يعني بيحافظ عليها ثابتة في مكانها. هو العمود الفقري حواليه عضلات؟ عضلات من كل النواحي يعني، من قدام ومن ورا من الجانب. احنا اتكلمنا حتى عن العضلات ازاي بتساعد على ثبات الفقرات وفي نفس الوقت الحركه بتاعه الفقرات، عن طريق ان العضلات ماسكه ما بين النتوءات المختلفه اللي موجوده. انا مثلا بتجي اشاره من المخ ان انا عاوز اجي على الجانب اليمين او الشمال، العضلات اللي على ناحيه بتبدا تنقبض وتبدا تحرك الفقرات على ناحيه او على ناحيه لقدام او لورا. والعضلات دي بتشتغل بالاعصاب، بيجي لها امداد عصبي بالظبط عشان كده مخ واعصاب. مخ واعصاب بالظبط. طيب هنا الجراحه التقليديه بيفتح فتح كبير بيشيل العضلات والانسجه ويكسر اللي هي الصفائح الخلفيه للفقره دي كده. بالظبط بالظبط. هو مضطر بسبب الاضطرار ان احنا بنتكلم من 100 سنه وقتها من 100 سنه ما كانش في من 100 سنه متاح يعني. 100 سنه هو يعني يمكن فعلا دي كانت البدايات في التوقيت اللي هو بداوا يشتغلوا غضروف، حتى كان في مراكز محدوده كده اللي بداوا ينتبهوا ان ده سبب وغضروف منزلق وان هو اللي عامل المشكله، ويمكن علاجه ان احنا لو
شلنا الصفائح العظميه، يمكن في البدايه كان بيشيل بس الصفائح العظميه، ما بيشيلش حتى الغضروف، كان يشيل بس العظم على اساس ان دي غرفه مقفوله، ففي احد الجدران زانق او احد الجدران موجود وفي غضروف في النص، انا مش هقدر اشيل الغضروف لكن انا ممكن اوسع الجدار شويه ان انا اشيل الجدار الخلفي. فدي كانت بدايه الجراحات، انه بس يعني العصب يتحرك بقى يبعد عن الغضروف شويه، يبعد شويه، يبعد عن الغضروف شويه، لكن طبعا ما زال الغضروف موجود، واحيانا يبقى في مشكله اكبر ان الغضروف نفسه يزيد شويه او الاعراض تزيد، ففي الاعراض بتستمر يعني. طب عذرا بقى لما يجي يرجعه ده تتمه الجراحه العاديه دي يرجعه ازاي بقى؟ يخيط الجرح خلاص كده؟ الانسجه يعني العضلات. طب وفي بيبقى ظهره فاضي يعني؟ قد يبدو سؤال ساذج يعني. لا هو حضرتك هي بالظبط، هي بيبقى فيه طبقات يعني، الجسم عباره عن كله يعني طبقات موجوده فوق بعض، او في عندنا الجلد وعندنا تحت الجلد بنقول عليه الانسجه اللي تحت الجلد دي زي بيقولوا عليها الشغل، او الانسجه اللي فيها موجوده بتبطن العضلات، بتغطي العضلات، وتحت الانسجه دي بتكون العضلات، وما بين العضلات والعظم بيبقى في مساحات موجوده وفي اربطه ماسكه الفقرات مع بعض. احنا لو احنا وصلنا وشلنا العظم لكن ما زالت الانسجه الرخوه موجوده نقدر نلحم تاني بالظبط، هي بتلتئم كل الخياطه بتساعد على انها تلتئم، لان انا لما بجيب الطرفين جنب بعض بتدي فرصه ان الانسجه تبدا يحصل ما بينها التحام ويبدا يكون نسيج ليفي، والنسيج الليفي يمسك الانسجه مع بعض بيداريها بالظبط. نعم. ده الجراحة التقليدية. الجراحة التقليدية فهو كان زمان عشان يقدر يشتغل هو محتاج الإضاءة الخارجية وبيعتمد على عينه يعني، هو بيبص في الجرح ويقدر يشتغل بالإضاءة الخارجية وعينه بس التكبير بتاع العين البشرية العادية، وكمان الآلات والحاجات اللي كانت موجودة التقنية اللي موجودة كلها كانت معظمها مقصات وحاجات كانت يمكن بدائية، مشار بقى يعني لحد ما بالظبط كده، وبفوت وقاطع عضل وكماشة بالظبط اللي كان موجود يعني، كان موجود يعني بالفعل فده اللي كان بيستخدم. الفكرة الثانية ان ما كانش فيه تصوير بالشكل اللي احنا عارفينه زي ما نقول كده الرنين المغناطيسي والحاجات دي، فكان مضطر ان هو يستكشف يعني، هو بيقول لك ايه هي ممكن الغضروف ده يكون في الرابعه والخامسه او الخامسه والاولى او الثالثه يعني، هو مش عارف، ما هو مش عارف أحسنت. مش عارف يعني، هو فهنا كان بيجي طول الجرح لانه طويل شويه، هو يقدر ان هو طبعا بالكشف الاكلينيك والفحص يحدد العصب المتاثر، لكن احيانا حتى برضه مع تحديد العصب المتاثر الغضروف احيانا بياخد يعني اتجاهات يعني، ممكن يكون جاي من الرابعه والخامسه بس طالع لفوق او نازل لتحت. طب عذر المقاطعه دكتور يعني مع حضرتك، مع حضرتك نتعلم من علمك يعني، مش انتوا دلوقتي مثلا طبيا عارفين مثلا ان صباع الرجل الصغير يبقى العصب كام صباع رجل اللي جنبه يبقى كام؟ مش كده؟ احنا بنتكلم عليه دلوقتي بقى مدروس كل عصب رايح بالفعل معروف ومن زمان برضو معروف القصه دي، لكن احيانا زي ما احنا لسه بنقول الغضروف ممكن يكون جاي من مستوى لكنه متحرك يعني، او حصل له نوع من اتلفظ من ما بين الفقرتين يعني، هو بيقول عليه فعلا كده اكسترودد او يعني بالظبط كده تم لفظه ما بين الفقرتين اللي خرج ما بينهم واتحرك في مكان تاني، فالحركة بتاعته ممكن تجيب مستوى أعلى أو مستوى تحت أقل أسفل أو يخرج جانبي بشكل جانبي، فالتوزيعة دي ممكن تخلي الموضوع محير شوية، فغضروف ممكن أنا أفتح أشيل وما بقاش شايف امتداداته، لأن ممكن يكون في أحيانا بيبقى في غضروفين يعني، أو الغضروف الواحد اللي هو مثلا طالع من المستوى وليكن الرابعة والخامسة خرج وبقى فيه جزئين يعني، جزء دايس مثلا أو ضغط على عصب هنا وجزء كمان متشعب وصل لجزء تاني، فأنا يعني لو المريض الألم المسيطر عليه بيقول لي ده 4-5 في الحتة الفلانية أنا فتحت وفي حتة تانية بس أنا العرض بتاعها مش واضح ممكن تنيها موجودة وأنا ما أخدش بالي. الفكرة أنه التصوير ما كانش موجود زمان، فهو كان مضطر برضو أنه يستكشف، ده اللي احنا نتكلم فيه الجراحات بشكل عام، أنه بيحب أنه يستكشف يشوف الأبعاد هنا في كذا في كذا، يتمم على كل حاجة أن هنا ما فيش مشكلة هنا ما فيش مشكلة، وبالتالي كانت الجروح فعلا كبيرة، الآلات كانت بدائية شوية. مع الوقت طبعا بيحصل تقدم، وليه بيحصل مشكله بقى نزيف والتصاقات وتليفات ده اللي معروف بيقال عليه كولاترال دامج او الاصابات المصاحبه يعني، انا بقعد فتره طويله في السرير مثلا او في البيت، ما هو احنا عندنا يعني زي ما نقول كده كانت معركه كبيره شويه يعني، بدل ما نشبهها زي ما نكون عاوزين في حرب مثلا وعندنا مجموعه بنرمي عليهم قنبله من فوق، ف
فالقنبله دي هتضرب هتضرب تضرب العدو واللي مش عدو او الصديق حتى الصديق حتى لو معانا افراد فهو بيتضرروا. لكن في فرق ان انا ممكن اقدر بطلقه موجهه مثلا ادخل على العدو قناص قناص مثلا بالظبط. ده التدخل المحدود بقى ده حاجه بالظبط ده التدخل المحدود. انا بستخدم حاجه موجهه محدده بس لازم يكون عندي معلومات ولازم يكون عندي تقنيه ولازم يكون عندي الات يعني تتمثل في البندقيه الحديثه اللي معايا والخريطه اللي معايا ورسم توضيحي للمكان اللي انا عاوز اوصل له. الرسم التوضيحي ده اللي هو التصوير الرنين الاشعاعات الموجوده حاليا مقطعيه رنين بنقدر نركب عليها ملاحه او نافيجيشن. النافيجيشن ليه بصوره بسيطه خالص اللي هو جهاز التصوير العادي اللي موجود في العمليات ده يعني الجراحه الملاحيه بخلاف الجراحه الملاحيه اللي هو جهاز السي ارم العادي التقليدي البسيط خالص بنقدر حتى نصور بيه صوره ونعرف مكان ممكن نبقى نوريها لحضرتك كده مكان الفقره اللي فيها العله ونحددها. احنا بالفعل عارفين من الرنين المغناطيسي انا بس محتاج ان انا احدد على العظم مع حضرتك حاجه زي كده ممكن ياريه. صوره أيوة. بالظبط يعني دي صوره يعني اشعه متاخده بال دي اشعه حقيقيه عادية. دي اشعه عاديه اشعه حقيقيه عاديه المريض طب ممكن حضرتك تشرح لي الصوره دي ايه عشان نفهمها يا دكتور لان احنا ما بنفهمش الاشعات اصلا فيها ايه ده بقى ده حضرتك مريض كان عنده غضروف ما بين الفقره الرابعه والخامسه ومؤثر على رجله وعامل له العرض الشائع اللي هو عرق النساء الاول انا ممكن نشوفه زي الموديل كده زي ما احنا شايفين هنا تمام لكن الفرق بالموديل ومعلش وانا واقف كده حضرتك ما تشوفش المستوى اللي عليه العله يعني لو قلت حضرتك شاور لي كده على الرابعه والخامسه هتقول لي هي في المنطقه دي كده بس مش محدده صحيح لكن انا هنا عشان انا ما فيش عندي العضلات ما فيش عندي الانسجه الثانيه هقدر اعد من تحت لفوق هي نفس الفكره هنا الفكره ان المريض بيكون نايم على ترابيزه العمليات على بطنه جهاز الاشعه السينيه البسيط خالص هو ما بيصورش الانسجه الرخوه يعني العضلات ما بتبانش بشكل واضح بان خيال خفيف لكن ما بتبانش بشكل واضح هيبان بوضوح العظم اللي هو ده تمام اللي احنا طرحنا كل الانسجه اللي هي الرخوه والانسجه الطريه والعضلات والاربطه والكلام ده كله والامعاء والاعضاء الداخليه مش ظاهره ظاهر بس معايا العظم تمام. فانا اقدر هنا اعد اقول مثلا ده من فوق او من تحت بقدر اوصل دي الفقره الرابعه والخامسه بين الفقره الرابعه والخامسه معايا الاله بتاعتي اللي انا عاوز ادخل بتاع السوده دي بقى اللي على الجنب على الشمال اللي هي الانبوبه الرفيعه دي بالظبط الانبوبه الرفيعه دي بستخدم الاول ابره رفيعه الابره دي بحددها على الجسم من بره يعني وبصور على كده نجيبها كاميرا بقى معتز بس الابره اللي احنا بنستخدمها بتكون اطول شويه من كده تمام بيكون ابره طويله يعني لكن بس نفس الرفع نفس الرفع ده بالظبط رفيع ابره عاديه يعني بالظبط ابره عاديه ابره عاديه يعني لها مقاييس معينه او لها يعني خصائص معينه لكن هي في النهايه شكل الابره العاديه اللي ممكن زمان كانوا بياخدوا بيها بعض الادويه بس غليظه شويه عن الابره العاديه احنا بنقدر نحدد المكان اللي فيه المشكله وبعدين بجهاز التصوير احنا طرحنا كل الانسجه مش باين بس قصاد غير العظم تمام. والمريض في غرفه العمليات نايم على الترابيزه وده جهاز بسيط خالص اللي هو السي ارم او الجهاز الاشعه السينيه الاكس راي العادي ده موجود في يعني في اي عمليات موجود الجهاز ده مش محتاجين الملاحه المتطوره ده حاجه بسيطه يعني تمام بحدد المستوى بقدر اعد الرابعه الخامسه من على الجلد من بره بعمل فتحه صغيره خالص اللي هي فعلا اقل من السنتي يعني دايما الفتحه حرفيا هي اقل من السنتي يعني كل انا محتاجه هي الانبوبه دي تدخل فهي الانبوبه دي بالظبط تحديدا الانبوبه دي بالظبط دي احنا هندخل الانبوبه رفيعه جدا الانبوبه دي حوالي 8 مللي يعني تبقى 7 مللي 8 مللي ده اللي هو القطر بتاعها فهو اقل من السنتي فاحنا اللي احنا بنعمله ان احنا بنحدد المكان الجزء اللي هندخل فيه ممكن نعمل فتحه صغيره خالص اللي هي فعلا اقل من السنتي عن طريق الجهاز الاشعه بنقدر ندخل بالابره على المستوى اللي انا عاوز اوصل له وده كله باين معايا في يعني على شاشه الجهاز من العدد لو مسكنا الفقرتين دول اكن مثلا اللي قدام دول قدام حضرتك كده الرابعه والخامسه مثلا كده خلاص هنختصره ان ده اصبح خلاص الرابعه والخامسه طب حلو قوي دخلت انا هنا بالابره احنا اتكلمنا قبل كده ان الفقرات عامله بالظبط زي العماره وفي شبابيك وفي بلكونات وفي منافذ وفتحات ده الطبيعي في كل الفقرات بشكل طبيعي فهو فكره الجراحه التدخليه البسيطه او التدخل البسيط ان احنا بندخل من الفتحات اللي موجوده بشكل طبيعي عشان ما اشيلش عظم عشان ما اشيلش انسجه كتير انا هدخل من فتحه بستغل فتحه طبيعيه موجوده في الجسم بدخل بالابره الرفيعه اوصل للمكان اللي انا المفروض حاضر فيه هقطعك كتير ده مع حضرتك الفتحات دي فين حتى على الجناب والظهر ولا يمين وشمال يمين وشمال وورا
دي موجودة فتحات ربنا عاملها طبيعية، موجودة بشكل طبيعي. بعض الأماكن بتكون متغطية بأربطة أو أنسجة زي ما حضرتك كنت بتقول كده، أنسجة رخوة بالظبط كده، وأربطة مطاطية زي اللي هو الليجمنتوم فليم اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه. هو عجبني قوي. هو رباط بالظبط عامل زي الأستيك، زي الأستيك الأصفر بالظبط كده، ومطاط. هو بيساعد شوية إن الفقرات تتحرك بسهولة ويسر. وممكن يكون له وظائف اخرى، بطول العمود الفقري، بطول العمود الفقري بالظبط. ايوه ممكن يكون له وظائف تانية يعني بتبان معانا مع الوقت يعني. كل ما بنفهم اكتر كل ما بنكتشف وظائف موجوده للاعضاء اللي احنا ممكن نقول ده كان حاجه بسيطه وبنشيله وخلاص وقت العمليه. فاحنا بتخش خلاص فتحه طبيعيه، حددنا المستوى اللي احنا عاوزين نشتغل عليه، وده احنا عارفينه مسبقا من الكشف السريري او الكشف السريري على المريض، وعارفين ان هو عنده على الناحيه اليمين غالبا حاجه دايسه على المفروض الجذر العصبي اللي هو ما بين الفقره الرابعه والخامسه. وكمان عملنا تصوير رنين مغناطيسي وعرفنا فعلا، اكد الكلام ده برضه، بدانا خلاص احنا هنشتغل على الرابعه والخامسه. بندخل بالابره زي ما قلت لحضرتك، بعد كده الابره دي بيبقى فيه واير او سلك رفيع بندخله في الابره ونسحب الابره، وبعد كده بيبقى فيه حاجه اسمها دايليتور او موسع. ايوه اقل من ده حاجه بسيطه بيجي داخل، وبعد كده ممكن نوريه في الشكل التوضيحي بعد كده. تمام. وبعد كده بندخل ده حوالين الموسع ونشيل الموسع. اصبح دلوقتي في عندي في القناه العصبيه مستقر الانبوبه دي، بس دي الانبوبه اللي هي مستقره اللي هتشتغل ده منها. اللي هو المدخل بتاعنا اللي احنا هنعمل منه كل حاجه. الانبوبه دي هندخل ممكن نشيل الغضروف، ممكن لو عاوزين نوسع جزء من العظم نقدر نوسعه من خلال الانبوبه. بايه بقى؟ بادوات تانية؟ بأدوات اكيد ارفع من الانبوبه بقى عشان بتخش جواها يعني. لها قناه بتكون رفيعه بتدخل جواها ونقدر ان احنا نتعامل مع الانسجه. طب معلش سؤال، ما بتخبطش؟ ما بتخافش بقى تخبط عصب تقطع عصب؟ ما هو بتعمل ضيقه بتشوف ازاي بقى؟ لا ما هو احنا زي ما قلت لحضرتك كده، احنا معانا خريطه، فانا عارف ان المنطقه ديت المنطقه اللي انا ههبط عليها دي منطقه امنه يعني. انا شايف بس انا مش شايف بالعين المجرده، انا شايف بالنافيجيشن او بالملاحه. الملاحه دي بتبقى فيها جزء ممكن اكون شايفه على جهاز او جزء في ذهني انا مع الصور اللي قصادي. يعني انا هنا شايف ان المفروض ان الجذر العصبي مكانه بيكون هنا تحت العظمه دي بالظبط، العظمه اللي موجوده هنا، المفصل ده المفصل ده بالظبط. بالظبط كده. فالعصب هنا تحت هنا، ده الغضروف. مكان الغضروف. انا نزلت على الغضروف بالظبط ما شاء الله. العصب ما بيني وما بين العصب هو بالفعل في مسافه، هي مش مسافه كبيره يعني، مسافه صغيره خالص. لكن انا بالفعل يعني محدد المسافه ديت ومحدد المكان اللي هوصل ليه، وبشكل امن بقدر اوصل، لان يعني انا بدخل الاول بابره رفيعه، وقبل ما بدخل بالانبوبه بتاكد ان انا خلاص في مكان سليم، لان الابره بتكون رفيعه ودقيقه جدا، فهي مش هتاذي العصب في حاجه. تمام. هو كده المريض نايم على بطنه يعني، ده ظهره، ده بالظبط ظهره. امال ايه الابيض ده اللي هو في ده الابيض ده ايه؟ الجزء الابيض ده الهواء ده اللي بنقول عليه زي هواء كده، او الاعضاء البسيطه ممكن تكون الامعاء والعضلات بيبان لونها فاتح شويه كده اللون الابيض. اي حاجه صلبه بما فيها العظم او بما فيها الانبوبه اللي احنا داخلين بيها بتبان لونها غامق او اسمر. طب والابيض اللي على الفقره ده ايه؟ دي الفتحات الطبيعيه مكانها بيكون اقل شويه في اللون الغامق، يعني اللون ما بيبقاش غامق او بتكون فاتحه. فلان هنا فعلا بالفعل زي ما حضرتك بالظبط كده لاحظت، هنا ده مكان فتحه طبيعيه. الحاجه الثانيه برضو الغضروف اللي موجود بين الفقرات هو اقل في الكثافه عن العظم، فهيبان لونه فاتح او هيبان لونه زي الهواء كده. تمام. حضرتك بقى دخلت بده، بتشيل بقى بتدخل الالات بتاعتك وتشيل الغضروف. حضرتك بتتكلم عن حته برضو نستكملها، حته الامان. انا في الاول بدخل بابره رفيعه خالص وانا شايف المسار بتاعها، فانا عارف ان الابره رايحه واصله اول ما تنزل. معلش هقطعك تاني، معلش حضرتك صدرك واسع. انا عايز اقارن بين ده بين المنظار ده اللي حضرتك بتقوله بين الجراحه العاديه. الجراحه العاديه بيفتح فتحه كبير، حضرتك بتخش بابره رفيعه. احنا بندخل بابره رفيعه مش كده؟ هو بيقطع عضلات وانسجه، حضرتك بتخش بابره ومباعد هي شكه كبرها سنتي يعني. ما هي شكه حضرتك، هي شكه في الاول يعني شكه. هو بس كده هو بياخد بنج موضعي ولا يعني بنج كلي بالظبط؟ زي ما كنت لسه هقول لحضرتك. هو استطراقا يعني احيانا المريض هو حاليا في اختلاف يعني، بعض الجراحين يفضل ان هو ينيمه تخدير كلي، او المريض نفسه يقول لك انا مش عاوز احس باللي حواليا، او انا قلق شويه فافضل ان انا ما احسش بحاجه خالص او اكون نايم. فممكن بالفعل كده بنحقن تخدير موضعي
وممكن ندي حاجه كده تخلي المريض يعني تايه شويه او مدروخ سيديشن خفيف كده او ان هو تحضير كلي كامل. بس احنا هنا عندنا الاختيارات موجوده متاحه فاحنا نقدر بدايه من التخدير الموضعي، وده في الحالات اللي بالنسبه لهم التخدير صعب، يعني لو مريض عنده مشاكل في الدوره الدمويه في القلب، سكر، سكر، ضغط، حاجات مش متظبطه وهيكون تخديره بشكل كلي احيانا بالظبط، عنده حاجات بنقول عليها كوموربيديتيز او حاجات مصاحبه، امراض اخرى مصاحبه بخلاف الحاجه اللي احنا بنتعامل معاها. فنقدر ان احنا نعمل بس تخدير موضعي، مش محتاجين ان احنا نعمل تخدير كلي. تمام. الفكره ان احنا بنشوف كويس الفرق ما بين الجراحه العاديه، هو برضه بيفتح ويشوف، لكن هو ما بيعتمدش قوي على المعلومات اللي قبل الجراحه ان هو يحدد الوضع زي ما احنا بنكون معتمدين عليها بشده، لان انا ما بفتحش، وبالتالي المعلومه بالنسبه لي معلومه لا غنى عنها. هو ممكن يفتح يقول لك مش مشكله، ما نفتح هنشوف، يعني لما نفتح واحنا جوه هنقدر انتوا قلبكم جامد قوي، ده بيفتح بني ادم. هو يعني هو ما انا قلت لحضرتك، يعني حضرتك تخيلها، مش عارف صحيح معظم برضه بالصرف النظر عن كده، هو تخيل حضرتك ان الجراح اللي عمل الكلام ده كان من 100 سنه او من 70 سنه او من 50 سنه. يا فندم ما كانتش بتعمل الجراحه دي، ما هي ما زالت بعض الكبار في السن عموما، يعني مش شرط لكن هي الفكره ان هو يعني ناس يقولوا احيانا بيقولوا مدارس او فلسفه مختلفه او اتجاهات، لكن هو الجديد دايما بيفرض نفسه، يعني الجديد والتقنيه الحديثه والتسهيلات بتفرض نفسها. يعني اول ما التليفون المحمول ظهر ناس كتير كانت رافضاه، لكن حضرتك دلوقتي مفيش حد ما بيشيلش محمول حتى لو ما بيستخدمش كل خواصه، لكن لو هيقدر يستخدم الخواص كلها طبعا هيكون يعني مستمتع بها اكتر. يعني كمل لي دي بقى اللي معرض دي. فهو حضرتك الفكره ان الامان هنا بيجي من ان انا ببقى شايف كويس، يعني انا ببقى شايف كويس وبدخل شايف بجهاز التصوير اللي هو ده فانا تمام. انا مش هدخل واستقر هنا، يعني انت ما بتبصش في ظهر المريض بقى كده، انت بتبص على حاجه قدامك. أنا ببص يعني بالظبط كده. فعلا ببص ببقى شايف على الابره وهي رايحه، لو في صوره جت بعد كده، بس هي الصوره مش هتختلف كتير، هي الفكره بس ان هتكون الابره خط رفيع خالص. هو وصل هنا خلاص، انا اتاكدت ان هو في المكان اللي انا عاوزه. تمام. بجاي ساحب الجزء الداخلي اللي هو ده وبدخل واير او سلك رفيع خالص مكان الابره، بعد كده بطلع بالابره. تشبكه في العظم بقى ولا هو بيبقى مكان العظم؟ ممكن ممكن يكون ماسك في العظم، بس يعني مش محتاجين ان هو يمسك في العظم، لكن هو غالبا بيكون مستقر ملامس معايا تحت الغلاف الخارجي للغضروف. فوصلنا للمكان اللي احنا عاوزينه، شلنا الابره خالص، اصبح بس السلك اللي موجود في موسع، ممكن نبقى نجيبه المره الجايه. الموسع ده بيبقى انبوبه مخروطيه بالظبط، عامله زي القلم، حضرتك عارف القلم البيك العادي خالص، فعلا مشابه له بالظبط، هي بالظبط اقل من سنتي يعني بالظبط. بنيجي داخلين بيها على الواير، بتتزحلق عليه او بتمشي على الواير. استقرت هنا، بعد كده بدنا ندخل بده ونستقر بيه ونعمل العمليه بتاعتنا كلها من خلال الانبوبه دي. هوري لحضرتك على الفيديو، هو يمكن موضحها بشكل، يا ريت، في فيديو جميل بالظبط. هو هنا الفيديو، احنا كده هنقول ان احنا داخلين مثلا على الفقره الرابعه والخامسه، بين الفقره الرابعه والخامسه. نعم. ده كده متصور، يعني هنتخيل ان هو متصور بجهاز الاشعه. تمام. انا كده دخلت بالسلك بتاعي او بالابره مبدئيا. ده الموسع اللي انا قلت لحضرتك عليه، عامل زي القلم بالظبط. نعم. ودي الانبوبه اللي بتدخل حوالين الموسع اللي في ايدي موجوده دي. تمام. ودي القلم، ده المنظار. ايوه، رجعوا لي تاني بقى عشان يعني نستمتع بيه. في يعني خصائص كتير في المنظار ده، ويعني المنظار ده بيمكننا ان احنا نشوف داخل القناه العصبيه، وبنقدر كمان ان احنا نستغل المدخل بتاعه ده ان احنا ندخل بالالات اللي احنا عاوزين نتعامل بيها كلها. الاله بتدخل هنا ونقدر ان احنا نتعامل مع الغضروف. بما في ذلك حاجه كمان اسمها حفار او قارض للعظم، يعني احنا ممكن ناكل العظم كمان، حاجه زي الشيلو، زي الشيلو بالظبط كده. بيخش منين بقى يا دكتور؟ من التيوب دي، الانبوبه دي كده، بيدخل بالظبط في الانبوبه دي. الحاجات دي كلها هو ده اقل من الواحد سنتي، مش كده؟ بالظبط، صغير يعني. ما هو ده الفرق، احنا التطور كله جاي على عنصرين، الاضاءه والتكبير والرؤيه. يعني احنا بقينا نشوف كويس، فاحنا شايفين كويس ليه؟ لان انا معايا اضاءه قويه جدا، ده بيكون متوصل بجهاز بيدي اضاءه قويه زي الليد او زينون، بيدي اضاءه قويه جدا بتنور لي داخل الجرح من جوه، داخل الفتحه الصغيره دي، وكمان العدسه كده شايف جوه، يعني شايف جوه كويس. في صوره ممكن نوريها لحضرتك. تمام. كمان شويه. بالفعل هنا احنا دخلنا خلاص بالانبوبه، وبعد كده دخلنا
بالمنظار داخلها نقدر نتعامل. ممكن تبان معانا هنا. اتفضل. انت كده دخلت انا كده المفروض ده الغضروف اللي طالع بالظبط. ده الغضروف اللي ظاهر وهو ظاهر قصادي وانا بستكشف المكان بشوف ابعاده وبشوف الجذر العصبي. احسنت. بشوف الام الجافيه حواليا. أيوة. انا دي الاله اللي حضرتك بنتعامل بيها. ده ابسط صورها يعني. حضرتك قطعته بقى بالماسك بالبتاع. هو بالفعل بيكون متحرك من مكانه. احنا يمكن شبهناه قبل كده بالمعجون اللي خرج من انبوبه هنا. ده دي عمليه حقيقيه او ده كان رسم توضيحي بس او ده غضروف بالمنظار بقى. دي عمليه حقيقيه بقى. دي عمليه حقيقيه. ده كان الرابعه والخامسه. ممكن نوري لحضرتك الصور بعد كده. انا بالظبط. أيوة. دخلت هنا انا شايف دي الاله اللي حضرتك بتدخل. ممكن نقف هنا دكتور ثانيه. ممكن نقف هنا الله يكرمك ثانيه. يبقى حضرتك دخلت دي الاله اللي بتشيل. ايه اللي بيتشال ده؟ قطن ده ولا ايه ده؟ ده الغضروف. ده الماده. ده الجفت بتاعنا او الماسك اللي احنا بنشد بيه. هو شوف حضرتك هو حجمه صبين ضخم قوي ده. ما هو بالظبط هو عندنا تكبير يعني. حضرتك هو بيكون داخل الانبوبه اللي احنا لسه موريينها دلوقتي. هو طيب. داخل الانبوبه. فحضرتك لو بصيت عليه لو انا حاطط الانبوبه من هنا بعيد كده هتلاقي يعني يمكن 100 ضعف مثلا. جدا 100 ضعف تكبير يعني. معدل الرؤيه معامل الرؤيه بقى قوي جدا. انا ده دي الصوره اللي بكون شايفها بالمنظار. بتقطع بقى ده الغضروف اللي حضرتك بتشيله. الابيض ده اللي بتشيله ده الغضروف اللي هو متهالك وحصل له انزلاق. بالفعل انا بقدر اشوفه واستكشفه كويس وابقى شايف الجزء المنزلق. وكمان عندي المعلومات دي موجوده من قبل كده على الاعصاب. ولا بتشوف الاعصاب احيانا انا ممكن اشوفها واحيانا ما احتاجش قوي ان انا اشوفها لان انا داخل في حته محدده جدا. فانا داخل يعني على الغضروف مباشره. فمش شرط دايما تشوف الحاجه اللي انت يعني. انا هي بعيده عني حوالي سنتي. فانا مش محتاج قوي ان انا التفت اشوفها. هي بالظبط نفس الصوره كده. انا داخل في مكان متسنتر صح وخلاص انا هتعامل. مش محتاج ان انا التفت ورايا اشوف انا فين وده فين من جنبي. لا ده هو الهدف قصادي. انا يعني زي اللي نزل بالباراشوت كده على نقطه محدده. هو مش محتاج كده. نكمل الحلقه الجايه بقى بالباراشوت. انا متشكر جدا جدا للايضاح ده يا دكتور. ده استئصال بالمنظار. تمام. دي متهيألي احدث حاجه دلوقتي. هو من ضمن الحدث الموجوده الاحداث. هو المنظار بقاله تقريبا يعني من الناس اللي ابتدوا جراحه المنظار ممكن من 20 ل 30 سنه بالظبط كده. نص التسعينات. حضرتك مذاكر التاريخ الجراحي كويس. فهو بس احنا نقدر نقول ان دي كانت البدايات الاولى يعني. ما كانش بالصوره اللي هي محسنه ومتلمعه زي ما احنا بنشوفها هنا دلوقتي. انا هتكلم معاك تفصيل البدايه. لا هتكلم معاك تفصيل على المنظار في صدر الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وناخد الفيديو ده تفصيلا باذن الله. ده اكيد حضرتك من غرفه العمليه دي. انا كنت عاوز اوري حضرتك لو يعني المره دي او المره الجايه الغضروف هو خارج بقى بعد ما خرج الحلقه. يا فندم انا هبدا بقى الحلقه الجايه. انا مشتاق اساسا اعرف التقنيه الجميله دي يعني. اذا لا فتح طويل ولا تقطيع عضلات ولا انسجه رخوه ولا تكسير عظام ولا صفائح ظهريه الفقره ولا حاجه خالص. حضرتك دخلت بالمنظار منفتحه جانبيه خلقها ربنا يعني. ما فيش خسائر حتى الان بمجرد السنت ده. تمام. هكمل حضرتك الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. شكرا معاك دكتور حازم على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الاستاذ دكتور حازم نجم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالتداخل المحدود كلية الطب جامعة المنوفية. شكرا سعادتك معالي الدكتور علي. شكرا حضرتك. شكرا على أمل اللقاء بحضراتكم. حتى ذلك الحين شكرا لكم وإلى اللقاء. أنا مشتاق من الحلقة المنصرمة نعرف عملية استئصال غضروف بالمنظار. زمان كان المريض يفكر ألف مرة قبل ما يعمل عملية مفتوحة. لكن دلوقتي لما أقول له أنا هعمل لك بس جرح اقل من السنتي بالظبط كده زي الخربوش يعني. احنا خربوش صغير. طب لو حد عنده غضروف ثالثه ورابعه ورابعه وخمسه غضروفين انا ممكن افتح فتحه واحده على ناحيه وانا بس هغير الاتجاه. لان هو حضرتك انا خمس درجات تغيير في الاتجاه دخلتني على المستوى اللي فوق او المستوى اللي تحت. امتى يتوجه للطبيب؟ هو حاسس ان حاجه بالنسبه له مش طبيعيه. أيوة. على الاقل هيستشير حد جنبه اخصائي في التخصص ده. هيقول له ده كلام مقبول ولا كلام مش مقبول.